structure du corps médical. Donc, nous les avons des structures au moment de la pandémie. أسبوعنا غالبي ويختار من بين التيماتيك اختير هذه السنة كلنا متحدين لمجابهة كوفيد 19. علاش اخترنا هذا الموضوع؟ لأن كما تعلمون نحن في جائحة الكوفيد 19، ولهذا كما تعلمون أن الوقاية خير من العلاج، ولهذا في إطار تحسيس التلاميذ وتحسيس الطلبة قمنا بإعداد عدة ورشات، ورام حاضرين معنا عدة قطاعات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكن وأسلحة المستشفيات. سوف تكون دي زاتولي، وهذه زاتولي يجوزوا فيهم التلاميذ اللي عرضناهم من عدة مدارس نتاع سيدي محمد، وعدة طلبة راهم يجيو بالوجدات، شكرا سيدي الوالي. ولهذا تكون يعني دي كومبان دو سونسيبيليزاسيون، وروا لهم كيفاش يغسلوا الايدي باش كي يروحوا يعني نحسوهم كيف يعني باش نتفاداو تفشي هذا الجائحة. إلى ساكنة المقاطعة الإدارية لحسين داي، وأقول لها المرض لا يزال متفشي، الرجاء الالتزام والامتثال إلى التدابير الصحية الوقائية التي سنتها المصالح الصحية. لاكناس شاركت بورشتين، كاين ورشة المسرح وين أطفال اللي تابعين لرياض الأطفال التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شاركوا بمسرحية تحسيسية كونتخ لا كوفيد 19. الثانية هي ورشة الرسم وين الأطفال رايحين يرسموا، وهذه الرسومات اسخا انتربريتي مترجمة بار دي بسيكولوج لي بسيكولوج غولوفون دو لاكناس بور فوار التأثير السلبي للكوفيد على نفسية الطفل.